بمناسبة هذه الأمور خليني أقول لحضراتكم بعض التصريحات الخاصة للمدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي في تصريحات قالها من شوية. حفل غنائي لأحمد سعد ضمن احتفالية كأس السوبر، تنظيم مهرجان جماهيري من قبل قبل مباراة السوبر بثلاث ساعات، السماح بتيفو للجماهير الأهلي والزمالك، طاقم تحكيم كأس السوبر ليس من الإمارات. ده يعني أنا بقالي يومين بقول هذا الكلام، شيء رائع. دي بقى كانت ضمن برضو منظومة عايزة توقع بين الأهلي وأشقائنا الإماراتيين. طيب، اتحاد كرة القدم لم يبلغنا برموز الكرة المصرية المقرر تكريمهم. دي بعض التصريحات الخاصة بالمدير التنفيذي الأستاذ سهيل العريفي مدير قطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبي، من خلال بعض التصريحات اللي اتكلم فيها عن كل هذه الامور. حبيت بس ان انا يعني حضراتكم دايما تبقوا، عشان احنا عايزين نبتدي بقى نخش في اجواء مباراه السوبر الحقيقه، خصوصا بعد العك او اللي احنا شايفينه في الاسبوع التالي. الماتش يوم الجمعه ان شاء الله، حتى الان لم يعلن اسم طاقم التحكيم ولا جنسياتهم، لكن هو لسه بادئ امبارح. خلينا زي ما انت بتقول كده نمشي مع فكره، هو لسه بادئ امبارح يدور حسن النوايا. اتقال كلام بقى لازم كلنا كإعلام نقف عنده ونستناه، أنه سيكون طاقم أوروبي كمان، مش بس مجرد حكام أجانب. إذن عليك أن تذهب فورا إلى الخمس دوريات الكبرى زي ما أنت مكبر الجيم، وهو يستحق، ده سوبر مصر يا جماعة، وبالتالي طاقم حكام من التوب فايف ملهاش حل تاني. ملهاش حل، لا لا طبعا، إن هو في النهاية توب فايف. ما هو أنت معلش مع احترامي لازم يبقى حد من التوب فايف هو اللي بيحكم مثل هذه المباراة، أن تقام هذه المباراة. ما أنا عشان كده أنا قلت النهاردة وأنا بتكلم إيه، اللي هيكسب هنقول له مبروك، واللي هيخسر هنقول له هارد لك، لأنه لأنه في النهاية أنا متأكد أن طاقم التحكيم اللي هيجي لن ينظر، حتى لو أخطأ لن يكون بينظر لأي لون تيشيرت، ولا أبيض ولا أحمر ولا أحمر ولا أبيض ولا أي حاجة خالص. إحنا بس اللي بنعرف يا كابتن ياسر، احنا بس كل واحد ايه حسب القرارات بالظبط كده، اخد على الاتجاه بتاعي وحسب القرارات هبني على بالظبط كده. فعشان كده انا بقول لحضراتكم ان انا هذه المباراه ال 12000 ونص هيبقوا موجودين لجمهور الاهلي، و 12000 ونص موجودين لجمهور الزمالك، وبالتالي كل حاجه عداله جماهيريه ان شاء الله، يبقى في عداله تحكيميه. فنيا بقى مارسيل كولر يحط التشكيل اللي هو عايز يحطه، والناحيه الثانيه يحط التشكيل، يحط يحط فيريرا التشكيل اللي هو عايزه، واللي هيكسب كل واحد اللي عنده شغله. وساعتها هنقول يا جماعه فنيا هذه المباراه اديرت فنيا.